نصائح الدكتورة شيري للناس في رمضان. أولا احنا بنوزن نفسنا قبل رمضان، بنشوف وزننا كام عشان ده في عشان بنحط نلطم بعد حديد. رمضان أيوة ونحط لسه في هدف كحك. ونحط هدف أيوة نحط هدف كل واحد هو عايز يعني يخس ويحتفظ بصحته، ولا عايز يبقى همدان وتعبان وزايد 3 4 كيلو. أنا ممكن أسأل سؤال أهم حاجة كمان ما بين الحلو وبين الأكل، إن احنا نعمل فترة قد إيه؟ يفضل لساعتين 3.